لو جيت وقلت لك ان انا حابس 10 مصريين في اوضه ومرقمهم وانت ما تعرفهمش وما شفتهمش قبل كده، وطلبت منك تختار رقم منهم وتتوقع طوله وتقوله لي، وانا عشان راجل جدع هديلك 2.5 سم يا عم تغلط فيهم براحتك، هتوافق؟ طبعا هتقول لي ده حاجه عشوائيه جدا، احنا 100 مليون مصري عايز نتوقع طول واحد منهم، انت كده وكانك بتقول لي ادفع ال 100 جنيه. لا يا عم مش وافق ومش لاعب. بالطريقه دي يا حلو انت كده ضيعت عليك اكبر واسهل فرصة هتمر عليك في حياتك. كل الموضوع انك مدرستش احصاء، عشان كده ما تعرفش ان حتى الحاجات العشوائية لها قوانين بتحكمها، ما هي السايبة. ولو انت بس كنت سألتني عن عمر الراجل او نوعه سواء بقى ذكر او انثى، فانت كنت هتجاوب بنسبة تتخطى 80% اجابة صحيحة، بس للأسف انت كده خلاص ضيعت الفرصة. لكن عشان ما تضيعش فرص زي دي تاني في حياتك اطلاقا، لازم تتابع معايا السلسلة دي لحد النهاية. السلام عليكم. معلش هستأذنك، تعال انا وانت نسيبنا من رهان الاطول دلوقتي ونتراهن على حاجة تانية اسهل منها. لو جيت وقلت لك انا معايا متر ولو سمحت توقع لي المتر اللي معايا ده كام سنتي، ولو كسبت هتاخد المليون جنيه ولو خسرت هتدفع 1,000,000 جنيه، اول حاجه هتقولها في بالك هو الراجل ده عبيط ولا اهبل ولا ايه نظام؟ المتر معروف انه 100 سنتي، هقول لك برافو احسنت انت انسان عظيم. طب لو عرفت ال 2.5 متر كام سنتي، هتقول عليا وش زبون، اضرب ال 100 في 2.5 هيطلع لك 250 سنتي، سهله. ولو فضلنا نكرر الموضوع ده الى ابد الابدين في كل مره انت هتكسب وبنسبه 100%، الا اذا كنت ما تعرفش المتر كام سنتي اصلا، او انك يعني ما بتعرفش تحسب، عشان المتغير ده مش متغير عشوائي، ده له قاعده ثابته، عدد السنتيمترات بيساوي 100 في عدد الامتار، داله خطيه واضحه وصريحه، واي بتساوي 100 اكس. طيب احنا كده خلصنا الرهان ده وطلعت انا زبون في المصلحه دي، تعال نخش على واحد اصعب. ما انا جاي النهارده اهريك اسئله، بقالي شهرين ما عملتش فيديوهات، وانت كل ما تشوفني على الفيسبوك او انستجرام نزل فيديوهات نزل فيديوهات، فخلاص بقى استحمل. لو انا جيت المره دي ورميت لك عمله وقلت لك العمله دي صوره ولا كتابه، ولو كسبت هديك 1,000,000 جنيه ولو خسرت هتدفع 100 جنيه بس، هتتراهن؟ هتقولي لا، الموضوع هنا بقى اختلف، انا بقى عندي متغير عشوائي بيخضع للاحتمالات، بنسبه 50% هقول الاجابه صح وبنسبه 50% هقول الاجابه غلط. المكسب المره دي ما هوش مضمون، ده احتماله قد احتمال الخساره بالظبط. بس انت مش قلت يا عم شرف ان حتى الحاجات العشوائيه لها قواعد وقوانين بتحكمها؟ بالظبط، هو ده اللي قلته وانت بدات تطبقها من غير ما تحس. بس عشان تعرف ايه هي القاعده اللي بتحكم متغير عشوائي، لازم تعرف المتغير ده بيتوزع ازاي، والتوزيع هنا المقصود بيه الداله اللي بيخضع لها المتغير، او تقدر تقول بشكل بسيط هو احتماليه الحصول على المتغير نفسه. التوزيع اللي بيخضع ليه المثال اللي معانا في حاله العمله بيسمى التوزيع الثنائي او الباينوميال ديستريبيوشن، وثنائي لان القيم اللي موجوده معانا لها احتمالين بس، يا اما النجاح يا اما الفشل. اختيارك للوش اللي عليه الصوره مثلا وظهوره بيمثل احتماليه النجاح، وبالتبعيه ظهور الكتابه بيمثل الاحتمال الثاني وهو الفشل، وهتلاقي دايما في كل الاحوال ان احتماليه الفشل هي المتبقيه من احتماليه النجاح. يعني لو احتماليه اختيار الصوره 50% فاحتماليه ظهور الكتابه هي ال 50% التانيين. ولو جيت تطبق التوزيع ده على مثال اطوال الشعب المصري اللي احنا قلناه في الانترو، الموضوع هيبوظ منك، وكانك بتقول ان الشعب المصري عباره عن طولين فقط، وليكن 180 سنتي و 170 سنتي، والطفل زي ما بيتولد ذكر وانثى يا بيتولد طوله 180 سنتي يا بيتولد طوله 170 سنتي، والكلام ده ما بيحصلش في الواقع. لكن التوزيع الثنائي ده بيظل مفيد جدا في انك تقدر تعرف منه مثلا احتماليه انك تكسب في مسابقه في التلفزيون، او تكسب اليانصيب، او حتى احتماليه انك تلبس الشايب في دور كوتشينه. والتوزيع ده له قوانينه الواضحه والصريحه والمحدده اللي تقدر تدرسه بيها، ولكن يؤسفني ابلغك ان انا مش هقدر اتكلم عنها في الحلقه دي. في نوع تاني من التوزيعات قريب من التوزيع الثنائي بيسمى التوزيع المنتظم او اليونيفورم ديستريبيوشن، والتوزيع ده منتظم لان كل الاحتمالات بتبقى فيه متساويه. زي ايه يا عم شرف؟ زي يا سيدي رمي النرد او الزهر، في معك 6 نتائج ممكن يطلع لك اي نتيجه منهم بدون تمييز، لان ليهم كلهم نفس الاحتماليه اللي هي بتساوي 1/6. هل لما بترمي الزهر مثلا بيبقى فيه فرصه ان الواحد يطلع لك اكتر من 6، او الثلاثه يطلع لك اكتر من 4؟
لا طبعا الكلام ده ما بيحصلش، كل الارقام اللي موجوده على الظهر لها نفس الفرصه او الاحتماليه في الظهور. طيب لو جيت تقيس التوزيع ده على اطوال الشعب المصري هتلاقي برضو ان الكلام غريب ومش منطقي. الكلام ده معناه ان اطوال الشعب المصري كله لها نفس احتماليه وفرصه الظهور، بمعنى ابسط ان العمالقه اللي طولهم يتخطى ال 2 متر هيبقوا نفس عدد القصيرين اللي طولهم اقل من 60 سنتي ونفس عدد اللي طولهم 170 سنتي. مفيش عندك لا طول نادر ولا طول منتشر، كل الاطوال لها نفس الاحتماليه ولها نفس الفرصه في الظهور، وبالتالي انت هنا وقعت في حيره مستديره. كل الاطوال معاك لها نفس الفرصه في الظهور، يعني احتماليه انك تخسر الرهان اكبر بكتير جدا من انك تكسب. وتعالى لو انت نفترض ان الشعب المصري بيخضع للتوزيع المنتظم، وتعالى نشوف الكلام ده ممكن يتحسب ازاي. تعالى نقول ان الشعب المصري اطواله بتتراوح ما بين ال 140 سنتي وال 190 سنتي، وانت يا عم رهنت ان الشخص اللي انت اخترته طوله 175 سنتي، يعني انت كده عايز تعرف احتماليه ظهور الاشخاص اللي طولهم بيتراوح ما بين 172 سنتي ونص ل 177 سنتي ونص، يعني في حدود ال 5 سنتي اللي مسموح لك تغلط فيهم. الكلام ده يا عم الحاج بيتحسب بطريقتين، احنا معانا 50 سنتي الشعب المصري كله بيتشقلب فيهم، يعني احتماليه كل سنتي فيهم 1/50 او 2%، يعني احتماليه ظهور ال 5 سنتي اللي مسموح لك تغلط فيهم هتساوي 5 × 2%، يعني 1/10 او 10%، يعني احتماليه انك تكسب الرهان 10% فقط وانك تخسر الرهان 90%. وبالتالي لو الشعب المصري بيخضع للتوزيع ده وانت رهنت، لو سمحت يعني تبقى متخلف. طب ايه هي الطريقه الثانيه يا عم شرف؟ بص يا سيدي، كل اللي هتعمله انك تشوف الخمسة سنتي دول بيمثلوا كام في المية من مساحة منحنى التوزيع. كلام يبدو ان هو عجيب، لكن مش عجيب ولا حاجة، ده توزيع اطوال الشعب المصري بفرض ان التوزيع منتظم، ودي احتمالية ظهور كل طول منهم اللي بتساوي 1/50 او 2%، والاحتمالات كلها متساوية زي ما قلنا. هتكتشف ان التوزيع بياخد شكل مستطيل لان الاطوال دي حاجة متصلة وكلها بيتم تمثيلها. المنحنى ده بيمثل 100% من الشعب المصري، وتقدر تحسب الكلام ده بكل سهولة من مساحة المستطيل اللي بتساوي الطول في العرض، يعني هتضرب رينج ال 50 سنتي اللي بتلعب فيهم اطوال الشعب المصري في احتماليه ظهور اي سنتي منهم اللي هي بتساوي 1/50، هيطلع لك المساحه النهائيه بتساوي 1 أو 100%. طيب انت عايز تعرف نسبة الناس اللي اطوالهم بتتراوح من 172 سنتي ونص لحد 177 سنتي ونص، بنفس الفكرة، حاجة بسيطة جدا، اضرب الطول في العرض، يعني هتضرب رينج الاطوال اللي انت اخترته اللي هو 5 سنتي في احتمالية كل سنتي منهم اللي هو 1/50 أو 2%، هيطلع لك ان المساحة بتساوي 1/10 أو 10% زي ما حسبناها قبل كده، يعني 10% من الشعب المصري فقط رينج اطوالهم بيتراوح من 172 سنتي ونص ل 177 سنتي ونص، يعني لو انت قلت ان طول الشخص اللي انت اخترته 175 سنتي فاحتماليه انك تكسب كانت 10% فقط، وبالتالي زي ما قلنا رهانك خسران. لكن الجميل في الامر ان الشعب المصري لا يخضع للتوزيع المنتظم، لان زي ما قلنا مش كل الاطوال لها نفس احتماليه الظهور، وبالتالي انت محتاج تعرف التوزيعه اللي بيخضع لها الشعب المصري بعد كده تقرر انت هتكسب ولا هتخسر. عشان تعرف توزيعه اطوال الشعب المصري لازم تقيسها وتمثلها وتشوف شكل المنحنى اللي هيطلع لك. لو اخدت جميع اطوال الشعب المصري هتلاحظ ان معظم اطوال الشعب المصري بتنحصر ما بين 160 ل 180 سنتي، وكل ما بتبعد عن الاطوال دي في الناحيتين سواء بقى اطول او اقصر هتلاقي ان اعداد الشعب المصري اللي موجوده في الرينج ده بتقل، وهتكتشف في النهايه ان المنحنى اخد شكل مميز، شكل الجرس او الناقوس، عشان كده بيسموه المنحنى الجرسي او البيل كيرف، والتوزيع اللي فيه القيم بتاخد الشكل الجرسي او الناقوسي بيسموه التوزيع الطبيعي او النورمال ديستريبيوشن. ليه بيسموه التوزيع الطبيعي؟ لان كل الحاجات اللي موجوده في الطبيعه بتتم بالصوره دي، معظم القيم بتتركز في منطقه معينه وكل ما بتبعد عنها الاعداد بتقل، وزي ما الاطوال بتخضع لها المرتبات مثلا بتخضع لها، ناس كتير جدا هتلاقيها بتقبض في حدود ال 2000 لل 10000 جنيه، وكل ما بعدت عن الرينج ده هتلاقي ان الاعداد بتقل في الناحيتين، لدرجه انك هتلاقي ناس قليله قوي بتقبض ملايين في الشهر، وناس قليله قوي برضه دخلها يكاد يكون منعدم، ويسمع على كده حاجات كتير جدا، الاطوال، المرتبات، عدد ساعات العمل، عدد ساعات الراحه، عدد الاصدقاء، الاعداء، حتى النسبه اللي الناس بتفهمها من حلقات شرف شتاين هتلاقيها برضو بتخضع للتوزيع الطبيعي. طب يا عم انا كده عرفت ان الاطوال بتخضع للتوزيع الطبيعي، انا برضو عايز اعرف انا هكسب ولا هخسر الرهان؟ لو انت عايز تطخ رقم عشوائي في الاطوال، فافضل رقم عشوائي ممكن تطخه في التوزيع الطبيعي هو المتوسط.
المتوسط هو الرقم اللي معظم القيم بتتجمع حواليه، وهو ده الرقم اللي هيزود من فرص مكسبك. وعشان تحسب متوسط طول الفرد في الشعب المصري، هتجيب جميع اطوال الشعب المصري وتجمعهم وتقسمهم على عددهم، هيطلع لك متوسط طول الفرد. وافترض ان المتوسط ده طلع لك 170 سنتي، معنى كده ان معظم الشعب المصري قريب من 170 سنتي دول، والرقم ده هو اكبر رقم ممكن يكسبك. بس هل انت شايف ان كلمة معظم دي كلمة علمية يعول عليها؟ لا طبعا، انت ما عندكش معلومة تقدر تبني بها قرار. معظم يعني كام في المية؟ ويمكن رينج الخمسة سنتي اللي مسموح لك تغلط فيهم ما يمثلوش اكتر من 10-15% من الشعب المصري. انت ما عندكش لحد دلوقتي نسبة محددة واضحة وصريحة تقدر تبني عليها الرهان بتاعك، وبالتالي انت لحد دلوقتي ما تقدرش تراهن. لازم تعرف وتاخد دايما في حساباتك ان مفيش اجابة دقيقة تقدر تاخدها من المتوسط لوحده، لان يا سيدي ممكن يكون المنحنى بتاع التوزيع منحنى مضغوط وكل القيم قريبة فيه من المتوسط، وده بيزود من نسب فوزك واحتمالها. او ممكن يكون المنحنى عريض جدا والقيم فيه مشتتة ومتوزعة، وبالتالي نسب الناس القريبة من المتوسط بتكون قليلة مش كبيرة، وده هيقلل من فرص مكسبك. وبالتالي عشان تقدر تحدد انت ممكن تراهن ولا لا، لازم تعرف شكل المنحنى. وعشان تعرف شكل المنحنى، لازم تعرف مقدار تشتت القيم وانحرافها عن المتوسط. ايه الكلام ده بقى؟ يتحسب ازاي؟ بص يا سيدي، لو افترضنا ان طول محمد 175 سنتي وانت عايز تعرف محمد بينحرف قد ايه على المتوسط، فكل اللي هتعمله انك تطرح المتوسط من طول محمد، هيطلع لك ان طول محمد بينحرف 5 سنتي على المتوسط، او 5 وحدات عن المتوسط. طب طول محمد واحمد، هتحسب انحراف محمد لوحده وانحراف احمد لوحده، وبعد كده تجمعهم وتقسمهم على 2، وده هيديك متوسط انحرافات احمد ومحمد عن المتوسط، وهتلاقي ان متوسط الانحرافات بيزيد مع زيادة التشتت. حد كده هايل وعظيم. طيب تعال نشوف متوسط انحرافات محمد واحمد ومحمود. نفس الفكرة، اجمع انحراف محمد وانحراف احمد وانحراف محمود واقسمهم على 3 اللي هو عددهم، هيطلع لك برضو متوسط الانحرافات. وهتلاقي برضو ان متوسط الانحرافات بيزيد اكتر كل ما زاد تشتت القيم وبعدها عن المتوسط. طيب محمد واحمد ومحمود دول اطول من المتوسط، تعال بقى نشوف الانحرافات بعد ما نضيف لهم نجلاء القصيره. هتتفاجئ ان متوسط الانحرافات بقل، رغم ان نجلاء قصيره جدا وقيمتها مشتته وبعيده عن المتوسط، لان الانحراف في طول نجلاء كان بالسالب ولغى الانحرافات اللي عملها احمد ومحمد ومحمود اللي كانوا بالموجب. وبالتالي الطريقه دي مش صح ومش دقيقه عشان تديك فكره عن الانحرافات، انت محتاج طريقه افضل. علماء الاحصاء قالوا لك عشان تهرب من المشكله دي، ربع الارقام قبل ما تجمعها، وبالتالي مش هيطلع عندك اي قيم سلبه، لان حتى لو الانحراف بالسالب فتربيعه هيكون بالموجب. وبعد ما تربع الارقام يا سيدي، اقسمهم على عددهم، هيطلع لك قيمه، والقيمه دي هتبقى عباره عن متوسط مربع الانحرافات اللي بيسموها التباين. والفكره دي هايله جدا وجميله، الا ان تربيع القيمه ما بيديكاش فكره واضحه عن الانحرافات، انت عايز رقم بالوحدات مش بمربع الوحدات. قالك برضه سهله، خد الجذر التربيعي للتباين هيديلك متوسط الانحرافات. ومتوسط الانحراف ده سموه الانحراف المعياري او الستاندرد ديفيشن. هتقولي كده هايل عظيم، انت كده كشرفشتاين حلت لي مشكله انا ما كنتش بتكلم فيها نهائي. انا لحد دلوقتي ما عرفتش نسبه اطوال الشعب المصري اللي هقدر راهن عليها، وهل الرهان بتاعي احتماليه مكسبه كبير ولا احتماليه مكسبه صغيره؟ انت يا عم شرف بتكروتني، هقول لك يعني هو ده اللي تعرفه عن اخلاقي؟ هل هذا الذي تعرفه عن اخلاقي؟ بص يا سيدي، انت هنا اشتغلت على محمد ومحمود واحمد ونجلاء، تعال بقى نشتغل على جميع اطوال الشعب المصري. اطرح طول كل فرد من متوسط اطوال الشعب المصري، هيطلع لك انحراف كل فرد على المتوسط، ربع الانحراف ده عشان تخلص من القيم السلبه، اجمع مربع الانحرافات ده كله مع بعضها واقسمهم على عددهم، هيطلع لك متوسط مربع الانحرافات او التباين. خد الجذر التربيعي للتباين، هيطلع لك متوسط انحرافات الشعب المصري. واحنا اتفقنا ان لو متوسط الانحرافات ده كان كبير او الانحراف المعياري كان كبير، معنى كده ان القيم مشتتة واطوال الشعب المصري كلها مش قريبة من بعضها، وبالتالي كلها متباعدة عن المركز، وده بيقلل من فرصة فوزك. ولو متوسط الانحرافات كان صغير والانحراف المعياري صغير، معنى كده ان القيم بتاعت اطوال الشعب المصري كلها
قريبة من بعضها وقريبة من المتوسط او من المركز، وبالتالي فرص فوزك كبيرة جدا لو قلت متوسط الطول. هايل، الكلام ده جميل جدا، بس انت برضه ما قلتليش نسبة محددة وواضحة وصريحة. ادخل في الموضوع. انا عايز لما اشوف بعناية قيمة المتوسط والانحراف المعياري اعرف انا هكسب ولا هخسر وبنسبة كام في المية. اهدى عليا يا عم الحاج، احنا برضه متفقين ان المساحة تحت منحنى التوزيع بتساوي 100% او 1 صحيح، ودي نسبة. يعني لو المنحنى بتاعي بقى اعرض فالطول بتاعه هيقل، ولو المنحنى بتاعي بقى انحف فالطول بتاعه هيزيد عشان يحافظ دايما على النسبة، وده شيء عظيم جدا. وهقولك ليه، لو النتائج بتاعتي مشتتة فالانحراف هيبقى اكبر لكن الكيرف نفسه هيبقى اعرض، ولو النتائج بتاعتي مش مشتتة فالانحراف هيبقى صغير لكن الكيرف نفسه برضه هيبقى اضيق. وهنا يكمن الابداع والامتاع والجمال كله، لان الانحراف المعياري نسبته ثابتة في المنحنى مهما زادت او نقصت قيمته. لو كبر المنحنى بيكبر معاه، ولو صغر فالمنحنى بيصغر معاه، وبالتالي نسبة الانحراف المعياري نسبة ثابتة مهما اتغيرت قيمته. يعني بمجرد ما تعرف قيمة الانحراف المعياري هتقدر تعرف نسبة الشعب المصري المحصور في القيمة دي. بس انا عندي هنا مشكلة كبيرة جدا، ان منحنى التوزيع ده مش شكل منتظم، مش مثلث ولا دايرة ولا مربع ولا مستطيل، وبالتالي انا ما عنديش قانون ثابت اقدر احسب المساحة بيه، ولا اقدر احسب النسبة اللي بيمثلها الانحراف المعياري. طب ازاي انا هقدر اعرف النسبة اللي بيمثلها الانحراف المعياري من مساحة المنحنى؟ في اللحظة دي علماء الرياضيات بيتدخلوا، قالوا عشان نحل المعضلة دي هنقسم المنحنى ده لمستطيلات صغيرة، بعد كده باستخدام التكامل اللي مش هدخلك في تفاصيله هيتم احتساب المساحة تحت المنحنى. لكن كملخص للموضوع ده، لقوا ان اول انحراف معياري بيمثل 68.3% من مساحة المنحنى، او بيمثل 68.3% من النتائج او الاطوال اللي موجودة معنا. طيب هل بقى لو ضعفت قيمة الانحراف المعياري هتضعف النسبة؟ لا طبعا، لان المساحة تحت المنحنى مش كلها قد بعضها، كل ما بعدت عن المركز كل ما مساحة المنحنى بتقل. لكنهم لقوا ان مقدار 2 انحراف معياري بيمثل 95.5% من مساحة المنحنى، او بمعنى تاني 95.5% من القيم اللي معانا. طب و 3 انحرافات معيارية؟ لو يا سيدي ان 3 انحرافات معيارية بيبقى موجود فيها 99.7% من مساحة المنحنى، او 99.7% من النتائج اللي موجودة معانا. وبالتالي لما انت تعرف ان متوسط اطوال الشعب المصري 170 سنتي والانحراف المعياري 5 سنتي، فده معناه ان معظم اطوال الشعب المصري قريبة من 170 سنتي، وان 68% من الشعب المصري موجودين في اول انحراف معياري اللي هو 5 سنتي فوق 170 و 5 سنتي تحت 170. يعني 68% من الشعب المصري اطوالهم بتتراوح من 175 سنتي ل 165 سنتي، يعني الرينج ال 10 سنتي ده بيلعب فيه 68% من الشعب المصري. يعني لو فرضا انا كنت مديك مقدار خطأ 10 سنتي مش 5 سنتي فقط، فانت احتمال مكسبك كان 68%، ودي مش نسبة كبيرة. بس انت ايه اللي يخليك تاخد توزيع الشعب المصري كله لما ممكن تسألني عن العمر والنوع ومتوسط الدخل والحالة الصحية للفرد؟ يعني لو عرفت مثلا ان هو ذكر عمره 25 سنة متوسط الدخل صحته العامة جيدة، فده بيضيق لك منحنى التوزيع وبيقلل لك الانحرافات في النتائج وبيزود فرص مكسبك. لو جيت تبص على توزيعة اطوال الذكور الشباب اللي صحتهم العامة جيدة ودخلهم متوسط، هتلاقي ان المنحنى نفسه بقى اضيق والانحرافات في النتائج بقت اقل، لانك في الحالة دي شلت الستات القصيرة والاطفال القصيرين واللي تغذيتهم كانت غير جيدة نتيجة لان دخلهم كان قليل، وبالتالي انت كده قللت انحرافات النتائج. وهتلاقي ان التوزيع الجديد المتوسط بتاعه اصبح 175 سنتي والانحراف المعياري بقى 2 سنتي في الناحيتين. يعني 68% من الذكور بقوا موجودين في اول انحراف معياري اللي الاطوال فيه بتتراوح من 173 سنتي ل 177 سنتي، يعني رينج ال 4 سنتي ده بقى موجود فيه 68% من الناس، لكن انت مسموح لك بعامل خطأ مقداره 5 سنتي، يعني تقريبا 1.25 انحراف معياري مش انحراف معياري واحد فقط. ولو جيت تشوف النص سنتي الزيادة اللي موجود في الناحيتين ده زود لك كام في النسبة، هتلاقي ان النسبة
اصبحت 80% من مساحة المنحنى. يعني انت دلوقتي معاك 80% من الناس اطوالهم بتتراوح من 172 سنتي ونص لحد 177 سنتي ونص. وبالتالي لو جيت سألتك عن طول الشخص اللي ما تعرفوش وقلت لي المتوسط اللي هو 175 سنتي، فانت بنسبة 80% اجابتك هتكون صحيحة ومش هتتردد انك تجاوب. والموضوع في الحالة دي ما فيهوش اي مجازفة على الاطلاق. كل اللي انت كنت محتاج تعمله انك هتدخل على الانترنت تشوف توزيع الشباب الذكور المصريين متوسط الدخل وتعرف قيمة المتوسط والانحراف المعياري، ساعتها هتقدر تحدد نسبة فوزك ونسبة خسارتك. طب وفرضا دخلت على الانترنت ما لقيتش التوزيع موجود، هتتصرف ازاي حلو؟ في الحالة دي مفيش قدامك غير انك تقيس اطوال الذكور المصريين كلهم وتعمل التوزيع بنفسك وتحسب المتوسط والانحراف المعياري، وده طبعا هيكلفك فلوس اكتر من فلوس الرهان ووقت كبير جدا ومجهود ضخم جدا وما يستاهلش. او انك تلجأ لحل اسهل، انك تيجي تاخد عينة صغيرة من الذكور المصريين وتحسب لهم الكلام ده كله. ولكن العينة دي لازم تتاخد بشروط. بس ايه هي الشروط دي وازاي بمجرد ما تعرف طول شخص تقدر تحدد هو مصري ولا لا؟ ده اللي هتعرفه بالظبط ولكن في الحلقة الجاية. وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت، تشترك في القناة، تفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقة الجديدة تنزل. سلام.